أن عرفات كما تعلمون خارج الحرم، فيعني أن خروج الحجاج إلى عرفة كأنه خروج من حرم الله الآن، وكأن الله تبارك وتعالى يقول لعباده أن مقتضى أعمالكم أن تطرد. أن مقتضى أعمالكم أن تطردوا من بيت الله الآن وتخرجوا إلى خارجه، كلكم جميعا اخرجوا. لكن بعد أن يشتغل المؤمنون بالدعاء وطلب التوبة والاستغفار في أرض عرفات، كأن الله يمن عليهم بالتوبة، يشملهم بالرحمة ويأذن لهم بالعودة إلى حرمه الآمن.